مدام كارمن شاهين دباني موجودة معنا اليوم، مؤسسة ورئيسة المركز اللبناني للتعليم المختص كلاس. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك كاتيا، ويعطيكم العافية. 20 سنة من العمل على الأرض عم تعيدون السنة بنشاطات عديدة، يعني شغل من هالنوع استمرار بظل الظروف الراهنة منه هين. بلشنا من 20 سنة وانت كنت باي ذا واي اول وحدة عملت فيها مع انترفيو بالام تي في من شي 6 سنين. بلشنا مركز، اول مركز فتحناه ببيروت، بعدين تلي عدة مراكز: طرابلس، صيدا، زحلة، نبطية، زوق مكايل، واخر واحد فتحناه هلا بتشوف من اول من شهر تقريبا. صار عندنا 8 مراكز بكل لبنان. اكيد الشغل على الارض رح نحكي عنه بالتفصيل، بس كمان كان عندكم تن 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 امبارح. شو هو التن تن تن؟ ايه تن 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 بسميها، خلينا نحكي بشو نساوي ديس. لقلك لي، لانه 10 تشرين الاول يعني ديس اكتوبر خصصني للصعوبات التعلميه الديس دي إجريك اس. اوكي، مش هيك بدنا نقول ديس. شو هن الصعوبات التعلميه؟ الصعوبات التعلميه هن صعوبات اللي ما بتسمح للولد ينجح بالمدرسه مع انه بيكون ذكي. صعوبة القراءة، ديسلكسيا، صعوبة الكتابة، ديس أورتوغرافيا، وبيجوا عادة مع بعضهم. صعوبة النطق، ديسفازيا. صعوبة التنسيق الحركي، ديسبراكسيا. صعوبة الحساب، ديسكالكوليا. وصعوبة التركيز والإفراط النشاط. فإذا انهار للصعوبات التعلمية بكل أوجهها. إيه، صرنا هيدا خامس سنة بنعمل انهار الصعوبات التعلمية للديس بعشرة. شو بيتضمن هالنهار؟ امبارح كان في عدة نشاطات، كان في عملنا رحلة على عميق مع كل فرق كلاس، وشاركنا مع الجامعة الأمريكية بمشروعهم Seeds of Hope، إنه البذرة اللي زرعناها، بذرة الصنوبر اللي زرعناها نهار بالعميق اللي رحنا فيه عميق بكفرية، منطقة كفرية، بيكون كال الزرع اللي عم نحطه بالولد لينما. وشعارنا هالسنة هو مش كسلان. ليه شعار مش كسلان؟ لأنه الولد هاللي عم نحكي عنه هاللي عنده صعوبة بيكون ذكي، يعني ما في شيء بيفرقه بينه وبين أصحابه. بما أنه ذكي وعم يشتغل بالمدرسة بنقول عنه كسلان، وبحقيقة ما في كسل، يعني قبل المراهقة ما في كسل. ونحن بهمنا كتير أنه كلنا نفهم أنه ما في كسل، وإذا ولد عنده صعوبة، إذا مش عم يحب المادة، إذا مش عم يشتغل بمادة، خلينا نفتح عيوننا ونسأل حالنا ليش؟ ما في ولد هو ما عباله يشتغل؟ لا، تلقائياً الولد بيتعلم. هلأ بتبلش أنه ما بدي أشتغل بالمراهقة، لأنه بدي بلش أم ضد بي وضد أمي وضد المعلمة، عنده غير اهتمامات. إيه، بصير عنده غير اهتمامات. بس الولد الصغير تلقائياً إذا بحب يتعلم، بحب يكتشف الأشياء، أشياء جديدة، يكتشف أشياء، بفتح، بيشوف مثل ما بنشوف الأولاد. مثلاً الولد اللي عنده صعوبة بالمدرسة بنبلش نكتشفها وقت بده يبلشوا يتعلموا، يعني عادة هلأ فينا نكتشف بكير كتير، بس قبل كنا نبلش نكتشف بس يبلشوا يدرسوا بس يبلشوا يقروا، بلشوا المواد كتير، يعني 5 6 7 سنين، بس هلأ فينا نكتشف حتى عن عمر أكبر. والاكتشاف عن عمر أكبر بيصير بالمركز؟ في يصير بالمركز. نحن عم ناخد الأولاد من 3 سنين. وهيك بنكون بكير عم نقدر نعرف شو المشكلة يلي ممكن تكون عم بتواجه هالولد ونساعده فيها، بدل ما يكون عم يحملها معه لسنين وسنين طويلة، وساعتها عم بتأثر على انتاجيته وعلى علاماته. أكيد وعلى نفسيته، بتأثر على نفسيته، على ثقته بحاله، على نظرة الغير لإله كمان. بتعرفي ساعتها إذا بلش يفشل بفوت بدورة فشل رهيبة، يعني لأنه المجتمع بيكون حاطط عليه تاج إنه هو كسلان. هو كسلان، نحن بنصدق بعدين إنه كسلان. نفسر للكل إنه ما في كسل، مش كسلان.
كان نهار اكيد مهم على الايوبي كمان، بس اهم شيء بالنسبه لكم انه الناس يكونوا او الاهل يكونوا متفهمين هالولد. هلا الجسم التعليمي بده يكون كمان متفهم هالولد، وهون يمكن بعد اهم. اي كثير مهم طبعا، ونحن مع وزاره التربيه عملنا مشروع كثير كثير مهم، انشانا 104 صفوف دعم بالمدارس الرسميه. شو هن صفوف الدعم؟ صفوف الدعم بيساعدوا الولد بقلب المدرسه، لانه المراكز تبعونا بعد المدرسه. صفوف الدعم اذا معلمه بتشوف انه ولد عنده صعوبة بمادة ومشي حاله بغير مواد مثلا، بتدعي معلمة صف الدعم بيراقبوا هالولد وبياخدوا بالساعة اللي عنده صعوبة فيها على صف الدعم، وين بيكون ما في كتير أولاد، بيكونوا 3-4 أولاد، بيساعدوه بطريقة مختلفة بيرجعوا بيردوه على صفه. إذا هو بيكون بس بحاجة يشوف شو الطريقة يلي هو بيقدر يستوعب فيها هالمادة مثلا، مش أكثر من مثلا أوقات. مثلا هلا إذا صعوبته مركز منيح ومنلاقي انه عايز مساعدة اكثر بيوجهوه على المركز بعد المدرسة. نعم. بس خلينا نشوف فيديو هيك خلينا كمان نحن نتشارك معكم بالعيد العشرين لهالمؤسسة لاكلاس ونتابع. كان معنا عيال اولاد صغار تلاميذ الايوبي كمان كانوا معكم او كان معنا 8 من الايوبي، قسمنا حالنا 8 فرق، كل واحد معنا واحد فولونتير من الايوبي تيفسر لنا كيف بدنا نزرع، وزرعنا ب 20 نقطة مختلفة. الشباب وصبايا المركز او المراكز هن كمان اللي كانوا كلهم موجودين، ونقينا 20 نقطة لأنه بيمثلوا ال 20 سنة، وزرعنا صنوبر بذر صنوبر ليثمر شجر بعدين. وهون عم نشوف هيدي بأي منطقة؟ بمنطقة كفرية. هي بكفرية. بعدين رحنا على سيدز اوف هوب. هيدا كان هو النشاط، وبعدين كانت الجمعة بعمين. الجمعة كانت بعمين. عمل هايكي. بس أنا حكينا كثير عن التأثير النفسي للموضوع، والتأثير النفسي هو كمان بيحدد إذا بدنا ننجح بعدين بحياتنا وبخياراتنا أو لا، يعني شغلة كثير مهمة هيدي، بيقدر الواحد أكاديميا ما يكون ناجح مع أنه هون في صعوبات عم نقول تعلمية وممكن أن يكون في مساندة ومساعدة ليقدر حتى ينجح أكيد أكاديميا، بس حتى لو ما كان ناجح أكاديميا في يكون ناجح بالحياة، ومفروض أنه ما يأثر عليها شيء نفسيا. أكيد، يعني إذا من هو وصغير بنخلي الولد يشوف شو صعوبته وشو قوته، بيتجه على قوته، بيخلي صعوبته انه بس بيعرف كيف يتعامل معه، بس بيروح على قوته. في كثير مشاهير يعني معروفين عندهم صعوبات تعلميه بيحكوا فيها، وانا بتمنى انه بلبنان يصيروا المشاهير اللبنانيه اللي عندهم صعوبات يجوا يحكوا كمان معنا تنساعد هالولاد يبنوا مستقبل احسن ويقدروا ينجحوا بالحياه، لانه دائما مثل بيكون المشهور بيكون رول موديل. يعني على كل حال نهار من هالنوع ومناظر من هالنوع وهواء هالقد نقي بلبنان كمان بيقدر يكون عم يعطي بوست ويساعد مين ما كان اكيد اذا عنده صعوبات او ما عنده، مع العلم انه ما بعرف قد ايه من نسبة الأشخاص اللي ما عنده صعوبات، يعني ما بعتقد حدا ما عنده صعوبات أبدا، يمكن في ليفلز مختلفة، في شخص قدر يتأقلم مع صعوباته أكثر من الثاني، بس دائما كل شخص عنده صعوبات معينة. بتعرفي كاتيا أنا بتعجب لأنه من 20 سنة لليوم أولا صار في كثير توعية بلبنان، بس كمان بتعجب هلا مثلا كل ما بحكي مع حدا ما في حدا ما بيقول لي يا إنه يه أنا هيك هيك بحس، انا بعمل هيك، ابني عنده هيك، ابن اختي عنده هيك، يعني ما في عائله ما عندها حدا عنده صعوبه تعلميه، يعني ما لازم نخاف، انا بضل بقول للاهالي ما تخافوا انه اذا حسيتوا انه ابنكم ولا بنتكم في شيء عم بيعذبها المدرسه، مش عم تتقدم بماده ولا عم يتقدم بماده، ما تخافوا، اسالوا اسالوا في حلول، في حلول، في حلول، وإذا ما عمل حكيم ولا محامي فيبرع بغير حقل أكثر بكثير. 100%. هلا على كل حال ما ننسى إنه البرنامج الأكاديمي هو واحد.
إيه؟ لكل العالم. إيه؟ يعني يمكن بس الأشخاص يلي عم يبرعوا بالبرنامج الأكاديمي هن يلي مناسبهم البرنامج، مش يعني ما عندهم صعوبات. معك بس حق. صعوباتهم ما بيأثر عليها هالبرنامج. معك حق 100%. مش أكثر من هيك. كمان خلينا نشوف مشاهد من السمقانية، صورة المركز الجديد بالشوف. كمان بنقول لكم مبروك على المركز الجديد يلي فتحته مؤخرا. هيدي صورة المراكز كلها. وفات سمقانية آخر مركز فتحناه، بعد ما عملنا له افتتاح رسمي بوعدك بس نعمل له افتتاح رسمي بعطيك الصور بقلب تبع قلب المركز. لا راد، يعطيكم ألف عافية. تنرجع بس لحتى نشوف كيف نحن عم نكتشف إنه الولد عنده مشكلة، لأن يعني بعد كتير أوقات ما رح يقتنعوا الأهل انه هالولد عنده مشكله وفي لها حل، بدهم اياه بصوره معينه، بدهم اياه ب يعني انتاجيه معينه يلي هن بيحلموا فيها، اوقات بيصطدموا بالواقع يلي بيكون عم بياخره، ومنشان هيك ما بيقدروا يساعدوه. كيف بتكتشفوا؟ هلا هن الولد هو صغير، كل الاولاد يعني ما فينا اذا حدا كان بيهز بيحرك كثير ولا ما بيعرف يبكي شريط البود دغري ينشغل بالنا، لا. بس مع الوقت اذا بننتبه مثلا انه عم بيبكر بعده بالغلط، بعده بفشكل مثلا، ولا مش عم يقدر يتعلم الكتاب، مش عم يقدر ينقل حرف، لازم نفتح عيوننا. هلا نحن في اطلقنا مع مركز التعليم البديل اللبناني لال، اطلقنا منصه بتساعد هالاهالي يفهموا شو هي، يعني يشخصوا نوعا ما، يمكن يشخصوا نوعا ما ولا يفتحوا عيونهم وتعلمون كيف يقدروا يتفهموا ويطلبوا المساعدة. هلا رح نمرق ان شاء الله الويب سايت تبع لال كمان، مشان اذا في اهالي بيحبوا يستفهموا يقدروا يلجؤوا لها المنصة الجديدة، يعني أطلقناها هلا شوي كمان. فإذا لال على على وسائل التواصل الاجتماعي. مدام كارمن شاهين دباني، أهلا وسهلا فيك، تحية لكل يلي عم يشتغلوا بالمركز اللبناني للصعوبات أو للتعليم المختص كلاس، يلي مثل ما قلنا يعني مع كل الصعوبات يلي ممكن تكون عم توجهنا المراكز عم تكتر بلبنان، والهيئه انه هال 20 سنه اثمروا بانه الناس يكونوا عم يتوجهوا على المراكز لحتى ياخذوا المساعده المطلوبه، اوقات يمكن فتره قصيره من المساعده ومن المسانده ممكن ان تكون عم تطلق الولد يرجع يكمل حياته بطريقه طبيعيه. شكرا لك ولوجودك معنا. شكرا لك كاتيا. وقفي هلا ونرجع نتابع لايف.